السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان إلى حلقة جديدة من المشهد السوداني. عنوان حلقة اليوم هو دمج الدعم السريع وحكومة فولكر. وفيها سنناقش ونحلل جانب من ردود الأفعال حول خطاب حميدتي الأخير وندمه للمشاركة في 25 من أكتوبر. وسنناقش قضية دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وآخر مستجدات الأزمة السياسية وتصريحات فولكر بتشكيل حكومة قبل رمضان. أهلا بكم للمناقشة. يسعدنا أن ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن إسماعيل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. ناجي كيف أحوالك حبابك؟ في الوسائط بالأمس قالوا أنت أكثر زول سخرت من تصريحات حميدتي في كثير من البوستات, يعني أنا شاهدتها في صفحتك وفي صفحات تانية. هل فعلا دي سخرية اللي كنت بتقول فيها دي ولا ده تشخيص لواقع؟ لا, ما هي السخرية أسلوب. طبعا السخرية أسلوب بتاع تعبير, يعني ما بيكون مستهدف به الشخص. وفي حاجة مهمة لازم نقولها, إن هنا في المنبر ده في ناس بيفتكرون عندنا خصومات. أنا ده منبر بتاع تحليل, يعني فما في خصومات. في أدوات التحليل اللي هي منها السخرية ومنها يعني إنك أنت تستخدم التعابير وكده, ما بتكون أنت مستهدف الشخص. بالعكس, أنا رأيي ده في حبيبتي ده في حاجة في اتجاهات كثيرة إيجابي, يعني شايف وزول متحرك وعنده طاقة وكده. لكن هو اللي بيضع نفسه أحيانا, يعني ما أنت ما هنا التحليل ده ما مرآة, فأنت أنت بتعكس الصورة الظاهرة عندك في المرآة إن كانت مضحكة وإن كانت مبكية. يعني نعم صدق. أنا عندنا تقرير شباب, عنده تقرير حول هذه التصريحات وردود الأفعال عنها, نشاهده من ثم نعود لك للتحليل. مشاهدينا نشاهد هذا التقرير. هل هي إعلان توبة من نظام البشير أم هي صحوة للضمير؟ سؤال تبادر إلى أذهان السامعين لخطاب حميدتي. عبارات لم تسمع من قبل في خطابات الرجل, ظهرت لأول مرة وكأن الرجل يتحدث بلسان غيره. اعترف الرجل بخطئه وندامته لما حصل في السابق, وبدت الندامة واضحة عليه خاصة عند حديثه عن النظام السابق الذي لم يحظى منه بشيء سوى العنف والتجاهل وهضم الحقوق, وهذا ما دفعه للوقوف بصف ثورة ديسمبر. وتناسى الرجل أنه أحد أركان النظام السابق إلى آخر لحظة. لم يتوقف ندم الرجل عند هذا الحد, بل اعترف بخطأ المشاركة في قرارات 25 من أكتوبر رغم دعمه اللامحدود لاعتصام القصر الذي سرع من وتيرة اتخاذ تلك القرارات ليعلن ندمه ورغبته بالخروج من السلطة السياسية. استغل حميدتي هذه الفرصة ليجدد تأييده للاتفاق الإطاري واصفا إياه بالمخرج الآمن للبلاد من أزمتها السياسية, كما بعث برسالة إلى عناصر النظام السابق أنه لن يسمح لهم بإحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والدعم السريع. المراقبون للمشهد السياسي يرون أن خطاب حميدتي بمثابة إعلان التوبة من نظام البشير ورفع الحرج عن قحط أمام لجان المقاومة والمتظاهرين بعد أن تعهدت له بعدم المحاسبة عما جرى في فض الاعتصام, على أن يتولى حميدتي قيادة المعركة ضد التيارات الوطنية والإسلامية. طيب, يعني هذا ما قاله حميدتي, وهذا التقرير تحدث عن مجمل هذا الأمر, ولكن ربما اللافت للأمر حديث حميدتي عن النظام البائد. البعض يقول لك النظام البائد هو نظام الرئيس البشير, هو النظام الأبأت يعني, أو النظام الأسبق البشير, ومن بعده نظام يعني قول حرية وتغيير المجلس المركزي أو قول حرية وتغيير مجتمعة, ومن بعد ذلك النظام الأخير الذي كانت فيه قوى الحرية أو كان ما بعد 25 من أكتوبر. وفي كلا هذه الأنظمة كان حميدتي ركن ركين وأساسي ومحرك وناشط, يعني ربما بأكثر من غيره كما أشرت أنت حول هذا الأمر. هو بائد ذاته في اللغة, يعني شو بتعرف الفضاء السياسي دي بيقى ذاته مزدحم انت ذاتك ما تعرف عشان ذاتك تصل عشان تجادل أو عشان تقيم حجة, انت محتاج انك انت تتخطى غثاء كثير جدا. البائد ده هو الذي انقطع خبره, باد مش مشى. النظام السابق ده توصيف والاسبق توصيف, البيبيد ده اللي بينقطع خبره تماما. هو طيب بائد, انت مقلق بلا شنو يعني. وهو اذا هو بائد ما انت واحد من الاجنه بتاعته, يعني انت ما واحد من مواليده, فبائد كيف يعني. هو طبعا الخطاب ده ما كتبه حميدتي من للأسف, يعني أنا الليلة قلت هو يفترض جزء حميدتي ده إذا داري يقولك خطاب مكتوب
يجيب صحفي محترف، زول صحفي شغله صياغة يعني، ويقعدوا في ناس بيعملوا كده طبعا، يقعدوا يقول لي الكلام هذا هو داري يوصله، وذاك بيصيغ الصياغة الأولى والصياغة الثانية والصياغة الثالثة، بعد ذاك بيحكم الصياغة بيديها له، بيكون روح اللغة، روح الكلام الموجود في كلام حميتي أثر الكلام اللي بيقول فيه حميتي أنا ابن الهامش. يعني أنت زي الدار تغني لك لحن بالسلم السباعي وهو لحن خمار، يعني أنت كده هو ده جاب السخرية، أنا ابن الهامش وأنا المركز الذي فعل بي وكده، وأنا ابن البادية ده كله. وقبل كده قال الدولة السودانية مارست العنف على المجتمعات، هو المتهم بالكلام ده طبعا هو. فانت زول كتب لك الكلام ده يعني تسبب في انك يحولك لصوره ضحكه وسط الناس. يعني انت لما تقول كلام روح الكلام ما حقك، يعني ما معروفه الروح بتاع خلي القرايه المتأتأة والحميتي ما صبر انه يكررها مرتين ثلاثه عشان يتجاوز اخطاء النحو والصرف وكده، ده خليها الروح بتاع الكلام ذاته. انت يعني انا اطلع اقول مثلا انا زول مثلا معروف انه انا بنتمي لكيان سياسي وثقافي معين، مثلا لما نجي اقول نص معين ما بيروح ما حقتي مثلا يعني، او بيروح نصوص ثانيه ما بكون مضحكه يعني. هو ده اللي حصل في حميتي، ده جانب. الجانب الشكلي في الخطاب، الجانب الموضوعي في الخطاب، الجانب الموضوعي في الخطاب هو كل اهل القبله السياسيه في السودان على اختلاف مللهم وتوجهاتهم، اليسار واليمين والمحايدين والمراغبين بيفتكروا انه خطا الانغاز الوحيد، الانغاز ذاته بتفتكر كده انه خطا الوحيد هو قانون الدعم السريع ده. وانت في الانغاز كلها، في الانغاز كلها ما عندك الا قانون يعني هسه حبيت تبي دافع عن الدعم السريع بشنو؟ يقول لك الدعم السريع ده عنده قانون، العمل من القانون بتاع الدعم، عملته الانغاز النظام البائد ده. انت قادر تتخيل تتخيل التناقضات؟ مؤسسه الدوله كانه يعني شخص يقعد يقول لك والله انا انجبتني امي العاهره، يعني كانه يسب امه في المنابر. يعني الانغاز دي كان شئت كان ابيت، دي الرحمه اللي طلعت منه، ده الرحمه اللي طلعت منه كان كعبه. وعشان كده اي زول في الدنيا دي ينتقد الا انت، الا انت. يعني شفت البشير اللي قاعد في المستشفى ده يطلع يقول والله الانغاز دي في العشر سنوات الاولى اخطات كده واصابت كده واخطا، من حقه. إيه انت ما من حقك، ليه؟ لانه علاقتك مع الانغاز علاقه فضل. الانغاز صاحب فضل عليك، ويا ده الانغاز دي كان زيك وزي كمال عمر وزيك زي اسباب كثيره جدا، مهما تعضي فيها هي اليد اللي اطعمتك مهما تعضيها. عشان كده انت لما تطلع، عشان كده انا قاعد اقول له انت نقد الانغاز ده خليه لغيرك. ما المنصات اللي بتنقد الانغاز دي موفوره يا اخي، حتى الاسلاميين بينتقدوا الانغاز، حتى شباب الاسلاميين بينتقدوا الانغاز. انت ما محتاج انك انت تنتقد الانغاز، ليه؟ لانه نقد الانغاز بيجيب لك كلام، ما هو ما بيجيب لك، بيجيب لك سخريه. لانه انت علاقتك مع الانغاز، لقيت عندك مشروع فكري مع الانغاز، لقيت عندك مدافعه سياسيه مع الانغاز. الانغاز هي اليد اللي بفضلها انت وجدتها، كان بالنسبه لها هي اخطاء في نظر الناس التانيين، لكن بالنسبه لك انت العلاقه بينك وبينها علاقه فضل، علاقه رحم انجبك، بالتالي موضوعا انت ثاني ما تنتق. عشان كده انا ثاني بقول لحميد تيري باستمرار، لو دار تكتب خطاب سياسي يا قوله مباشره بلغتك اللي بيعرفوها الناس دي، قوله، وما تستلف، ما تستلف روح بتاعت خطاب بتاعت انت بتجيب زوج سياسي. انت بتجيب تمشي تبقى قدام وتقبل ياسر عرمان تقول لي ما اللي هناك اقول شنو؟ يعني كتب الخطاب ده ياسر عرمان؟ كتبه ياسر عرمان، الخطاب بتاع حميتي اللمس ده كتبه ياسر عرمان، والخطاب الليله بتاع الحريه والتغيير اللي بيرحب بخطاب حميتي كتبه ياسر عرمان. رايك شنو؟ ده كلام عجيب؟ خلاص ما دي المهزله. ده تحليل ولا انت لا دي ما انا عارف، انا عارف القصه دي. عشان كده انا قبيل اتكلمت في تسجيل صوت لحميتي، قلت لازم يجوك الساعه 2 صباحا دي عشان يكتبوا لك الخطاب ده. يا اخي ما دي حاجات اساسيه، دي اشياء اساسيه. انت كسياسي لازم يكون عندك بصمتك القوليه، يعني كلامك ده لما تطلع تقول الناس يكون يعني مثلا لو مصدد عيوني مثلا والبشير ده وقف بيقول في خطابه، بعرف ده خطاب البشير، الزبير محمد صالح لو ده خطاب الزبير، نبرته صوته استرساله لغته، يعني اي زول لما يطلع في منبر يتكلم بيكون عنده بصمته، بصمته الصوتيه وبصمته اللغويه. فانت بتبقى مسخ لما تطلع تقول كلام انت كاتبه، يعني زي الزول اللي اخونا
منصور الهادي الكاتب النشط قال لي بيحكي لي انه القصص دي قاعد تحصل زمان في الفصول، الناس اللي بيكونوا يقومون يقروا المطالعه وهم ما بيكونوا بيعرفوا يقروا، ما بيعرفوا يقروا، فيقوموا اصحابهم من خلفهم يملوهم، لكن كلام ما مكتوب في الكتاب، هو بيكون شايل الكتاب بيقرا وبيقرا من بيسمع منه وبيكون بيملوه غلط فبيعاقب. ليه؟ لانه الاستاذ اللي بيستمع له النص ده ما موجود في الكتاب، انت بيجيبه منه وكلام اسئله. لو انت رجعت خطاب حميتي ده كله بنقطع بعضه البعض يعني. طيب البعض يقول لك يا استاذ، خلينا يعني انقل لك بعض الاطراف الاخرى، البعض يقول هذا الخطاب لحميتي قم بمثابه توبه كما اشار التقرير، وانه الرجل ندمان على كل الكلام اللي تسبب تقول فيه ده، كل الخطابات القديمه اللي كان فيها روح دي كلمه كانت روحه، يا دوب دي روح الرجل، وهذا ما يعني يسعى له. انت ما قاعد متابع اسيدي كم توبه لحميد اسيمت ده اكثر زول في السودان ده تاب في الاربع سنة دي، اكثر زول اعلن توبته. في زول في السودان ده كل ما كله ثلاثة شهور يطلع في منبر يتوب. قال يعني اذا كانت توبتهم صادقه فضعوا الكؤوس من ايديكم. التوبه دي شنو يعني؟ انت ماشي بوشك في الخطا. التوبه كيف؟ انت بتوب كيف يعني؟ تبت من شنو؟ تبت من علاقتك بالإغاز، تبت من علاقتك بأبو سهلال، تبت من علاقتك بثورة 2019 دي، تبت من علاقتك بقوى الحرية والتغيير، تبت من علاقتك بالبرهان، تبت من شنو؟ تبت من شنو؟ بعدك في حاجة خلينا دار أقول لك، زمان هنا عمل الإصلاح والتجديد مع مبارك الفاضل وشو اللي كده من القيادات يعني، فلما جينا نطلع من الحكومة قلنا نطلع، أنا أخونا سيد مبارك ده قالوا نطلع بيان نطلع من الحكومة، قلت لهم خلاص نطلع، لكن لازم نكتب للشعب السوداني حيثيات إنه ليه نحن شراكتنا مع المؤتمر الوطني فشلت. ده واحد. واثنين نقدم رؤية نقدية لأنه نحن المقدمات. فسيد مبارك قال لي عبارة مهمة جدا، قال لي يا أخي هو الزول أثناء الجيم ده أثناء شغال بيلعب في المباراة ما بيطلع في الخط بيقول أنا غلطت 1 2 3 4، بيخلي الجيم ينتهي وبعدها بيقدم تغييب. أسئلة إذا مثلا أنت ندمان من إنقلاب 25 أكتوبر ده حصل ناس البشير ده في القفص محاكمه فيهم، وفي إنقلاب بيحتزروا عنه وفي إنقلاب بيحاسبوه، عشان كده أنت بتورط روحك. أنت ياسر عرمان بيكتب لك كلام بيشيل منك الكلام اللي هو داير اللي بيخدم قضيته، هو إنه ياسر داير جهة تدين الأحداث 25 أكتوبر ويقوم يلقى فيك بساطتك أنت ومصداقيتك أنت وما داير أقول صفات ثانية، يقوم ينزع منك الاحتراف ده. طيب انت احترفت؟ قلت والله انا احترفت انه انا ده انقلاب 25 اكتوبر، ها هو التبعات تحت الاحتراف ده شنو؟ احترفت ها في ناس، هو ناس الجماعه اللي قاعدين بتاع 89 قالوا القصه دي احنا ما بنعرفها ولا شفناها، الزول الوحيد اللي يتحمل مسؤوليه البشير، انت احترفتها. طيب انت محتفظ بدبابيرك ومحتفظ بسلطتك ومحتفظ بعد احترافك ده تستغيل، زي ما الليل عثمان مرغني قال له انت طيب استغيل. انت ازاي اصلا احترفت عملت الاخطاء دي كلها؟ يا اخي انت معقول لاربع سنه كل شهرين بتقول فشلنا ما بتستغل؟ ما بتقول فشلوا، بتقول فشلنا وندمنا واخطانا واستغل. الاحترافات الزي دي عندها تبعات، ما كلام بيتقال في الهواء. عشان كده هو الخطاب ده كان كله يعني مدعاة للضحك اكثر، يعني لو انت قعدنا نفند وسطر سطر هو كان مدعاة للضحك اكثر من انه هو كان يعني خطاب. هو صحيح فيه شكله اساسيه موضوع الدمج وما موضوع الدمج لسه ممكن نجي نتكلم عنه ده، لكن الخطاب مضمونا وشكلا خدت حميتي في حته ضيقه وحته حرجه وحته يعني شديده السخريه. يعني انا مثلا العبارات اللي بكتبها دي ما هو ده الوضع كده يعني لدرجه انه انا يعني انا بزيح في المحطات بتاعت السخريه عشان اصل للمضمون. انا بنمس بتخطى في المحطات بتاعت السخريه عشان اصل لمضمون مضمون الخطاب، ما قدرت الا الليله حتى عبرت او انتقدت الخطاب في موضوعه في مضمونه يعني. لكن احتشت بكل محطات السخرية والتفكيك على مستوى الخطابات اللي بتتقال من قيادات الدول. طيب استاذ حسن كده خلينا يعني نعاين عينة من التصريحات وردود الافعال حول هذا الامر. هنالك تصريح للقانوني نبيل اديب قال انه حديث حميتي عن الاتفاق الاطاري يحتاج لنظرة اشمل من حيث ضرورة توسيعه ليشمل بقية القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، يعني انه هذا الامر يحتاج الى نظره. حميدتي نفسه قبل ايام كان يتحدث انه اتفاق ده مكتوب وجاهز وانا كنت في نياله ورسلوا لي وكذا. يعني هل تتوقع ان يتوب حميدتي ايضا من هذا الامر ويمضي فيما قاله السيد نبيل اديب؟ هو مش توبه،
هو التعبير ده ما عنده معنى طبعا، حكاية التوبة دي السياسي بيصحح أخطائه. أنا تاني أستاذ أقول لحميدتي أنت ما تستخدم المفردة دي توبة توبة دي أخطأنا. السياسي هو طالما هو في الميدان زي لاعب الكورة، إذا حس إنه واقف غلط، إذا حس إنه يعني مصطف خطأ بصحح، هو شغال في الجيم بتاعه يعني. حميدتي محتاج إنه يقيم المواقف بتاعته من غير ما يسرف في قصة التوبة دي يعني. طبعا المفردات دي ما بتعبر عن حميدتي، بتعبر عن الزول الكتب الخطاب. طيب حميدتي متوقع انه يصحح الموقف ده ليه؟ لانه الموقف اللي بياخده حميدتي دي كلها بياخده باندفاع، بيندفع يعني ما اقدر اقول بيحمل عليها حمل، لكن ما بيدرسها الدراسه الكافيه. عشان كده هي محطات الفشل في حميدتي في الاربع سنوات اللي فاتت دي، مش الانقاذ قاعد 30 سنه، محطات الفشل بتاعت حميدتي في الاربع سنوات هو البرهان. تتجاوز اخطاء الانغاز، تتجاوزها مش كده وبس، تتجاوزها. هم اصلا واقفين في الحته الغلط، اسي هم الموقف التموضع اللي هم فيه ده هو اصلا غلط، بالتالي كل ما ينتج عنه غلط، كل ما ينتج عنه وحيظل كده، حتظل كده طالما انت بتفتكر انه في فتره انتقاليه بتدار بتحالفات مع قوى مدنيه، حتنتج اخطاء، حتنتج معادلات خطا، والمعادلات الخطا حتنتج ردود افعال خطا، والردود الافعال الخطا حتنتج ارتدادات وهزات خطا، وده اللي احنا فيه من اربع سنوات. نحن ناسي عليك الله ناجي في الطاوله دي لنا قريبه ثلاث سنوات بنتكلم، شنو اللي ما قلناه في الموضوع ده وما حصل؟ شنو اللي ما قلناه؟ يعني شنو اللي ما قلناه وما تكلمنا عنه؟ انا من وقع الوثيقه الدستوريه وانا كنت في السودان الوقت ده مع اخونا بكر المدني، قلت الموضوع ده بيخنق قوى الحريه والتغيير وبفرتك الوثيقه الدستوريه دي، حتفرتك قوى الحريه والتغيير. طيب لما جاء الاتفاق الاطاري ده، لما جاء سلام جوبا قلنا سلام جوبا حيفرتك الحكومه بتاعت حمدوك، فرتقها ليه؟ لانه يا اخوان الفتره الانتقاليه ما هي السياسه، شنو السياسه دي؟ ما اداره خلاف، اداره تباين. الفتره الانتقاليه هي فتره تحضير لفتره التباين. لما فتره التحضير هي ذاتها تبقى هي الفتره بتاعت التباين، ما حتنتج لك استقرار سياسي مهما كتبت من وسائل. ليه؟ لانه طبيعتها هي ما المفروض تكون هي اللي بتدير فتره التباين، يعني دي ما الفتره اللي بتتقدم فيها الاحزاب تشكل حكومه وتعمل برامج او كده، لا دي فتره صماء بتدار بشكل محدود جدا. انت اول ما تخلط، عشان كده هو الموضوع ده في اتفاق اطاري، ما في اتفاق اطاري، في وثيقه دستوريه، ما في وثيقه دستوريه، جا المرغني وقع، جا تريك وقع، كل الكلام ده لو حصل، كله لو حصل ده كله تحت سقف الخطا. ليه؟ لانه انت بتتكلم عن فتره انتقاليه دارت تديها مهام ما حقتها، مهام ما حقتها، مهما جبت اشخاص، مهما فكرت انك انت تعمل صيغه بتاع التوافق، مهما كان المساله دي، لانه انت بتنتج انا سميتها كده وقلت انت بتعمل لك بناء سياسي في ظهر تمساح نايم. الفتره الانتقاليه دي ما فتره انت بتشيد فيها مشروع سياسي بتاع حكم، انت بتحضر فيها الموضوع ده، انك انت بتحط يعني ناسي مثلا، شوف السحمه ده الاخطاء اللي بيخطأ يعني ناسي مثلا، هو بيفتكر انه لما يقدم خطاب زي ده يقوم ناس الحريه والتغيير ويقول له والله يا اخي نحن هنعفيك من قصه فض الاعتصام، ويفتكر انه ده كلام صح. طيب هو اللي عنده حق بيحفي ضمن البيع في حق اللي عنده حق انه مثلا التجمع الاتحادي وحزب المؤتمر السوداني وفضل الله برمناصر والواسق البيرور ده اللي بده يعني. هسه انا كان الثلاثه دول جواني في بيتنا وقالوا لي جاي لحميتي في بيته وقالوا لي يا اخي احنا والله بنضمن لك زول بيسالك فضل اثبط من الكلام ده، وفي حاجه اسمها الحزب الشيوعي قاعد برا ما عنده اي معركه غير الموضوع ده، ما عنده معركه. فانت بتبيع يعني انت بتبيع الحبال بلا بقر، يعني انت بتربط لك حبال بلا بقر ليه؟ طيب يعني انت اشرت الى نقطه ان الحزب الشيوعي خارج هذه المعادله، وان الحزب الشيوعي يصف ما حدث في 25 اكتوبر بانه انقلاب كما حدث في 89. هل تتوقع ان يكون هنالك اجراء قانوني في هذا الاتجاه؟ يعني مثلا القيادات 89 نفسهم يحاكموا الان بناء على بلاغ قدم من جهه ومن شخص. يعني انا كنت الليله بتكلم مع عدد من القانونيين في الخرطوم وبيتكلم في قضايا عامه يعني، فقلت لهم نحن دار نعقد المشهد السياسي السوداني، الكلام بتاع حمايتي ده بشيله تسجيل بمشي للقاضي لسه قاعد يحاكم ناس البشير ده، ده انقلاب، ده انقلاب ذكر وده انقلاب انتهى مثلا، ده انقلاب ذو فلغه وده انقلاب ذو فلغتين من انقلاب، ما دار له حيثيات سيده قالوا
يلا اعملوا وثيقه او دعوه للمطالبه برفع الحصانه عن حميتي باعتبار انه احترف انه عمل انقلاب. لو الناس دار يساهموا في تعقيد المشهد السياسي السوداني يعملوا ازمه زي دي يعني، ويبقى الترند كله انه حاكم حميتي الذي قام بانقلاب 25 اكتوبر واعترف بذلك. لكن هو يا حميتي الانقلاب ده ما بيتم على حاله دستوريه يا مسكين انت. بيتم على حاله دستوريه. انتوا كان شنو قبل 25 اكتوبر الدستور عشان تجوا تعملوا على الانقلاب؟ يعني الكلام ده بقولوا لك نحن، وده ما دفاع عنكم طبعا. ما دفاع، ده توصيف شنو يعني منو كان عنده شرعيه قبل 25 اكتوبر؟ قلتوا في شرعيه الثوره؟ ما في حاجه اسمها شرعيه الثوره. ما في حاجه اسمها، انت عارف الالعاب الناريه؟ لما تفك لك العاب ناريه في الفضاء مش بتولع كده مره وبتطفي في الهواء؟ دي هي الشرعيه الثوريه. بتضيء ومضه كده بتطفي. لكن ما بتقدر تمشي بها. يا هذه الشرعيه الثوريه دي لحظه ومضه انت بتاخد بها بتغير بها نظام فات وبتبدا بها ضربه البدايه لنظام جديد. هم فوتوا القصه دي. الان ما في شرعيه يعني الشرعيه الثوريه دي يا ناجيك اليتيم يعني الذي ياكل في بيت الحزب الشيوعي ياخذ طعامه في بيت الافطار في بيت الحزب الشيوعي وغداؤه في بيت الحزب البعث العربي الاشتراكي وعشاؤه في بيت مريم الصادق. ما في حاجه اسمها شرعيه ثوريه يا اخواننا. ما في حاجه اسمها شرعيه ثوريه بتبني نظام دستوري. نعم. الشرعيه الثوريه دي ممكن تكفي الباب، ممكن تنزل شخص من مقعده، لكن ما بتبني نظام سياسي. يا احمدتي ما قبل 25 اكتوبر ما كان في شرعيه دستوريه، كان في وثيقه اختصام سلطه. انتم فقط اختلفتوا مع بعضكم البعض، الشعب السوداني ما عنده علاقه بالقصه دي. طيب. في ردود الافعال ايضا الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد قال انه حديث حمدان ده لا يحتد به في الساحه السياسيه وان الرجل فقد مصداقيته لعدم ثباته على موقف واحد، وقال انه مشكلته ليست مع القوى الوطنيه، يعني مشكله حميدتي ليست مع القوى الوطنيه وانما مع القياده العسكريه والمدنيه التي تتربص به دون ان يشعر. بالضبط. القصة دي لها في مشكلة مع الفلول وفي مشكلة مع الغاز ولا حميتي ده بالعكس. كمان أنا أقول لك حاجة، حميتي ده على مستوى التعامل الأخلاقي الكلام ده والله أنا أقوله لأنه أنا ده حقه يعني في قضية إعادة المعتقلين من كوبر من المستشفى بتاع عليان لكوبر موقف حميتي كان أخلاقي أفضل من غيره. وهذا مشكلة مع رسالة الغاز، مشكلته بس الخطاط اللي بيكتبوها لي ولا عنده مشكلة مع الفلول ولا عنده مشكلة مع الاسكلين ولا بس لو انت استضفت زول من ابناء المعتقلين هيقول لك والله كان اكتر زول موقف وده كلام حقه ونقوله ما في اثنين ثلاثة اصلا. طيب هو مشكلته وين حميدتي؟ زي ما قال لك عبد المجيد مشكلته الدمج ده، دي مشكلته. المشكلة بتاعت الدمج دي كانت مشكلة فنية صغيرة انه تتعامل كيف وما تتعامل كيف، وهو كان مستفيد من انه البرهان راخل الحبل ودائره يتوسع وغض الطرف عنه باعتباره البرهان بيعتبره حليف يعني. بقت المشكله وين؟ لما بقى عامل له تحالف ضد البرهان مع ياسر عرمان، البرهان حس انه قوه الدعم السريع دي خلاص حتستغل من قيمة الغرم السياسيين، عشان كده البرهان حرك موضوع الدمج. جو الغرم السياسيين ده قالوا لحميدتي اصلك ما تمشي في موضوع الدمج ده. اصلا ما تمشي في موضوع الدمج ده نهائي مطلقه ما تمشي في حرضوه. بقت الان المشكله ما الدمج ذاته، عشان حميدتي ذاته يكون فاهم انه المحطه الجايه بتاعت الخلاف ما الدمج. يعني ناس هو الليله باقي الليله كان وافق قال ادمج الغوادي ده ما بحل ولا بحل البرهان ولا بحل الازمه. ليه؟ لانه انت حتشيل الكتل البشريه داخل القوات المسلحه. الكتل البشريه دي زي ما في ناس استفادوا من حميدتي وعملوا حرضوه على موقف ضد المكون العسكري ضد الجيش، الكتل دي حتبقى خلايا. أقول لك هتبقى خلايا لياسر عرمان، هتبقى خلايا لمشروع تفكيك القوات المسلحة. عشان كده هو الموضوع السابق الجرح ده والتهم، ونحن لنا ثلاثة سنة بنقول في شنو. وبس عليك للمشاهدين دي اللي راجعوا معانا كلامنا قاعد نقوله في الطاولة دي، أي كلام أي مخاوف أثرناها تحققت الآن. طيب أسي أنت أسي الموضوع زي ما قال عبد الماجد، الموضوع الدمج اللي هو إحنا كتير بنفتكر إنه ما يعني يوم يقول لك والله برهان يقول أنا ما بمشي في الاتفاق الإطاري إلا يحصل دمج. وده اللي بيهمنا في موضوع الاتفاق الاطاري. حميدتي يرد يقول لا القصه دي مصفوفه كامله، يتنفس كله يعني شنو؟ يعني اول شيء يعلن انه الدعم السريع ده تبع رئيس الوزراء. ويجي حميدتي كاتل انه رئيس الوزراء اللي بيجي ده منه؟ اللي هو بكون تحته ده.
ده مسار الصراع الجاي. حميتي ده تصوره كده، ويقوم يقول والله يا اخي في مصفوفه لدمج، والمصفوفه دي عن التسويف زي ما انا قلت امس. انت هو قوات الطيار حجر ال 200 نفر دي ما دمجتهم، تدمج قوات متحركه قدر دي. حميتي فاهم انه عمليه الدمج دي فنيا بقت مستحيله. حميتي فاهم انه والله اللقمه بتاعت الدعم السريع دي صعب انها تاني تمرر في جوف القوات المسلحه، عشان كده اقول لك في مصفوفه. مصفوفه يعني شنو؟ يعني تسويف، يعني حتظل القوات. بالمقابل البرهان يقول لك برضه نفس الكلام، يقول لك يا اخي احنا والله ما بنمضي في الاتفاق الاطاري ده الا اذا تم دي العقده. دي العقده، ده اصل الصراع لا بقى بين قوى الحريه والتغيير، لا بقى شركات الجيش، لا بقى لا بقى لا بقى. الموضوع بقى اسي طالما ياسر عرمان ده مستخدم الدعم السريع ده كعصاية وكأداة يحرض بها ضد الجيش ويلوي بها يد الجيش ويلتف بها على الجيش، الدعم السريع ده ما يقعد. وذاته انا بقول البرهان ما يدمج، ما سوى البرهان داري يعطل الاتفاق اللي طالب شنو بالموضوع ده. انت قال البرهان لما يقول دمج داري يدمج، هو داري يجيب حمايتين ينزعه من تحالفه مع ياسر عرمان يجيبه، وانه انت الطرف الخيط ده عندي انا. طيب اذا الموضوع البرهان داري يناور، هو حمايتي قال انا ما بدمج الا بمصفوفه ونمشي في الاتفاق الاطاري. وحمايتي لو مشى في الخطوات دي اسوأ من كده، حيبقى في مواجهه حقيقيه مع البرهان. طيب بعد شويه المعركه، اول كلام ده برضه الناس يتذكروا، بعد شويه الناس اللي كانوا بيقولوا والله العلاقه بالدعم سبنا على عسل وباسطه على لبن والكلام الفارغ اللي بيقولوا فيه ده، ونحن بنقول ما في كلام فارغ زي ده. هو اذا في وحده عسكريه واحده الناس بيختلفوا في جواها، اول ما تشتغل سياسه بتبقى عرضه للاختلاف. وضربنا مثل بين هاشم العطب وبكر النور جعفر، طبعوا بعض ليه؟ لانه اول ما فكروا يشتغلوا سياسه انقسموا. مجلس الانغاز، مجلس غير التثور بتاع الانغاز ده، الناس طلعوا منه كم بالتباين اول ما اشتغلوا سياسه، لانه دي طبيعه العمل السياسي يا اخواننا. طبيعه العمل السياسي قائم على التباين، وطبيعه العمل العسكري قائم على الانصياع والطاعه. ديل اداه ديل 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 موضوعين مختلفات. طيب بعد شويه والناس برهان يذكر كلامنا ده بكره، وحميد بعد شويه الدمج ما بحل المشكله، التفكيك البحث ثاني المشكله، التفكيك. والتفكيك ده يبدا اول شيء كل الصف الاول بتاع الدعم السريع ده ينزل معاش كله. ليه؟ لانه القوات دي اتسممت بالصراع السياسي، بقت ادوات صراع سياسي ضد الجيش. وحميتي ما منتبه لخطوره المساله دي. انت كنت لو مشيت في القصه دي حتنبه الجيش انه المعركه تبقى ضدك. الجيش اللي سب كاتل في قوى الحريه والتغيير يناور فيها وكده حيبطل الكلام ده كله حيبطله، وحيخط لك شرط لانه عايز تشاري منك ملف سلام جوبا. انت قاعد شاري منك ملف سلام جوبا ليه؟ عشان يفوتك من دارفور، عشان الصلاحيات اللي انت لاقيها في دارفور دي. يعني نزع سلام ملف جوبا تمهيدا لنزع ملف دارفور من 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 حميتي. الموضوع ده ماشي كده. طيب اذا بقى انه حميتي جه قال والله انا بوافق بالدمج، البرهان هيقول له لا فكك. او لو قبله بالدمج طوالي، طبعا معناتها القياده بقت جديده، طوالي اللي بيحصل لانه دي قنبله، ده لغم بقى ياسر عرمان عمله ضد المكون العسكري، لانه ياسر عنده مشروع. ياسر عنده مشروع، وافضل جهه ممكن تعمل له مشروع التفكيك ده هو الدعم السريع، وهو نجح في القصه دي للاسف. سمم جسم بيبقى الجزء المسمم ده. وانا بقول للبرهان، ما هو مصاب السكر ده زي ما قال اخونا الشاعر، وجراحي كمصاب السكر لا تهدوا ابدا لا تفتر. اول ما الاصبع ده يلتهب بجرح السكر وما تشيله، بعد شويه هتضطر تشيل اليد كلها. خلاص الدعم السريع ده عمله لك اداه بتاع الصراع السياسي، هتعمل شنو انت؟ لازم تفككه. نحن الاسبوع اللي فات بنقول دمج، بس الدمج ليه؟ لانه انت لما تتاخر في طرح الحلول تطلع الحلول من ظرفها الزماني والمكان المناسب، ما بتحل تاني بعد ده، ما بتشتغل تاني، بتحتاج لانك انت تعمل حلول جديده اللي هو التفكيك. التفكيك انك انت تنزل كل قياده الدعم السريع للمعاش، نمره واحد. نمره اثنين، الموضوع ده سهل كده يعني؟ لا ما انا بمشي ليك. نمره اثنين تسرح القصه دي، تجمع السلاح، ترجع الدعم السريع ده كتيبة كتيبتين. نمرة ثلاثة تغير اسمه. نمرة أربعة تغير مهامه. نمرة خمسة تغير المحيط الجغرافي اللي كم شغال فيه. دي الخطوات بتاعت فك التلغيم ده. طيب في مقابل ده حميتي بيقبل الكلام، حميتي بيقبل الكلام ده؟ ما بيقبله طبعا. إذا حميتي ده وجهه التوجيه الصحيح إنه يا أخي لا تحقق طموحك السياسي، ما تحققه عن طريق الدعم السريع. الرقوبة بتاعت الدعم السريع دي ما بتوديك عشان تحقق طموحك السياسي. كلنا كمجتمع نقول لحمايتي ده من حقك تحقق طموحك السياسي، ومن حقك يكون عندك طموح سياسي، لكن ما عبر ركوب الالات العسكريه
ولا عبر ركوب المكونات. طيب هو شو عشان تشوف هسه الزلنطحيه بتاع نقول الحريه والتغيير ده، مش بيتكلموا مدنيه مدنيه اصلا، صراع بين البرهان وحميتي، هم بيقوا ناسي بيقوا مشجعين بتاع مصاطب شعبيه هسه اللي طلعوا بيان بيشجعوا في حميتي وينقسموا، ما داروا يقول لك الاسماء، في ناس مشوا للبرهان الموضوع ده احنا ما عندنا بيه علاقه فلان وفلان وفلانه، وفي ناس ما حميتي بيان طلعوا على ياسر عرمان ده. طيب هسه كده ده مسرح مدني، ما انتوا بقيتوا مجرد صبيه للصراع العسكري. وزمان كنا بنقول لهم يا قوى الحرية والتغيير حولوا ميدان التنافس ده لميدان مدني، حكاية انكم تعملوا حلف مع العساكر وتطلعوا تفرحوا وتقولوا اردول ما يجينا وعسكوري ما يجينا، وفي النهاية العساكر دي لو اتضربوا في بعض انتوا حتطحنوا وانتوا حتكونوا في النص يعني، لو اتفقوا وجوا بيشيلوكم برا، ولو اختلفوا بيطحنوكم فيما بينهم. وين الدولة المدنية هسه كده هنا؟ طيب الدولة المعدنية طيب الدولة المعدنية هذه ظلت لسان عند يعني عند الرجل يعني في الهجاء وكذا ظلت لسان. ما انا بقول لك الدولة المعدنية ما ظلت لسان، انت هو اشوف عشان انا بقول لك انت ما تستلف روح الكلام بتاع زول، انت لا انت زول شايل دبابير بدني على قواش. طيب الرجل بكل صراحة قال انه هو ملتزم بدمج قواته في الجيش، لكن بعد عملية اصلاح الجيش، الجيش ذاته محتاج اصلاح كما يعني يقول الرفيق ياسر عرمان وغيره من الذين يسعون الى معالجه هذه الامر او هذا الامر. الجيش محتاج يغيروا عقيدته القتاليه، محتاج كثير من الاجراءات الاصلاحيه الضروريه يعني عشان يكون في حكم ديمقراطي في البلد. ده ما كلام يعني انا بجيب لك كلام الناس الثانيين. اي كويس الجيش محتاج لاصلاح، لكن الاولويات شنو؟ يعني هسي الجيش محتاج لاصلاح، طيب الدعم السريع محتاج لشنو؟ اصلاح تربيع اللي هي الدعم السريع مشكلته شنو؟ اصلاح تقعيد، كيف مشكلته شنو؟ ما هو انت الجيش اللي انت بتمثل انت قوه مساعده له ده هو محتاج تصليح او اصلاح، انت القوه المساعده والرديفه دي تكون محتاج شنو؟ دي ده كده خلاص ما ده الصراع. البرهان هناك بيقول ادمجوا، ده بقول له ندمج لكن نعمل تفكير عشان كده جاب سيره الاسلاميين والجيش ده والله ما هو قائد الجيش قال لك قال في الزكاه بالجيش ما فيه كيزان ما فيه اسلاميين كذابين ما في اسلاميين في الجيش ده كلام قائد الجيش انت عارف بتعرف اكثر منه بتعرف اكثر من البرهان في الجيش لما كان المفتش العام وكان في الاركان وكان قائد كم سلاح وكده قال لك يا اخي الجيش ده ما فيه اي زول بالعكس واحد من قياده الباحثين ده قال عندنا خلايا في الجيش ما في زول من الرسالة طلع قال عندنا 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 خلايا في الجيش قائد الجيش اللي قال لك ما في لكن هو الكلام ده كله بيتقال شنو؟ عشان حميتي يرفض الدمج ومش حميتي رافض الدمج لا ديل ناس ياسر عرمان دارين يبقوا القوة بتاعت الدعم السريع عشان كده شوف القصص الفارغة دي يكوركوا فينا مدنية ودارين يحتفظوا بقوة زي قوة الدعم السريع دي بالقوة دي اللي هم بيعتبروها في مجال في منبر بيعتبروها أسوأ أخطاء الإنغاز أخطأ أسوأ ومن ناحية دارين خلوها قاعدة برا ولما يقول لهم ندمج القوات يقول لا أول شيء صلحوا لي الجيش حتى ندمج القوات قوات الدعم السريع اللي هي ده تلكو اللي بيحصل ده تلكو إنه ده ما لارد مجل وبيقى حاسس إنه عنده ظهر من الحلفة وطبعا دي أسوأ حاجة ممكن يعملها حميتي إنه يتحالف مع الجماعة ديل يبقى الفكرة كتير رسلوا لواحد من الأخوان ديل جايب ياسر عرمان ده شايل شعلة وطرق باب الحركة الشعبية وحرقها وبعدها شال الشعول حرق فدق باب الحركة الشعبية كردفان حلو وحرقها ودق باب عقار وحرقها وسي بيدوك في باب الحرية والتغيير وحمدوك وحرقه وسي بيدوك في باب حميتي ده إذا مشيت في القصة دي يا خبوداته حميتي ده أنا بس ربنا يهديه يعني ربنا يهدينا ويهديه ده ما زول ده ما خيار يعني توك تخش سوق المركزي تمشي سوق المركزي وتتبضع في حليف زي ده يعني بقروشك تختار لك حليف سيء زي ده ما نجح في اي خطوه في اي مشروع سياسي عمله والزول ده يعني في نهايه دار يصدرك لمعركه مع الجيش يعني معركه تنهيكم انتوا الاثنين وتكسر الصندوق العسكري عشان هو يقدر يلقى يعني مشروع او يلقى ابراز لفكرته اللي هو اصلا جايبها تفكيك اللغات النظاميه. طيب هناك مصادر عسكريه تحدثت للجزيره الجزيره نت وقالت انه في قاده بارزين في الجيش قالوا للبرهان يا اخي احنا ما ممكن توقع على الاتفاق الاطاري قبل عمليه دمج الدعم السريع. في 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 حاجتين حصلوا للبرهان، اول شيء الموقف جوا الجيش
موضوع جوه الجيش طبعا. وده وانا قلت كده، قلت اذا الجيش ده تاني انفجر يعني زي ما انفجرت المدرعات قبل كده، الانفجار تاني البرهان ما بيقدر يحله. عشان كده اخيرا البرهان قبل ما الجيش ده يصل لمرحله الانفجار يتعامل مع الموضوع ده، اللي هو انت ممكن تجيب لك اتفاق اطاري يطلع فيه كمال عمر يتبجح يقول ادينا قتل القوات المسلحه الحصانه، اللي هو دي منتهى الاهانه للمؤسسه العسكريه. والكلام بس لانه كمان اللي بيسمعوا بيقولوا يعني في اجندات تحت الترابيزه للجيش ده لسه ما طلعت، لكن الاستخبارات عارفه، الاستخبارات عارفه تماما. الكلام اللي بيطلعوا بيقولوا في التضمين اللي بيقول في خالد ده كلام فارغ صح. المشروع الاساسي تحت الطاوله الموجه ضد الجيش مخيف، عشان كده ناس الجيش عارفين الكلام ده، عارفينه تماما. ده حاجه. الحاجه الثانيه، البرهان شرس جدا في الدفاع عن مقعده، وحس انه واحمق جدا لما يحس انه في تحالف موجه ضده. البرهان ده ممكن يسد ضانه دي سنه سنتين ما يشتغل، لكن اول ما يبقى الصوت موجه ضده هو رده فعله بتكون عنيفه وحاضره تماما. اسي اتذكر مره لما فولكر قدم تقرير جابه هو بالاسم كان سلبي عنه، جو وقف قال انا بطرده، مع انه فولكر مستولي على القرار السياسي كله، لكن اول ما جات سيره البرهان في تقريره في لون البرهان جاب. الان لانه البرهان فاهم تماما انه في تحالف مع ياسر عرمان بيوجه فيه الدعم السريع عشان يلوي به ظهر القوات وينزل به البرهان من المقعد بتاعه، عشان كده البرهان واقف في القصه دي الف احمر. طيب يا اخي الاتفاق الاطاري ده ذاته غامض، حمد مره يقول لك في كلام تحت الترابيزه، ومره يقول لك في كلام فوق الترابيزه، وكل زول عنده فيه يعني كله يقني على ليله. يعني لو جيت سالته ياسر عرمان عن الاتفاق الاطاري بيكلمك عن اصلاح الجيش وتفتيت الجيش وكذا، واذا مش سالته فلان الفلاني يكلمك عن شو. الناس خايفه من شنو؟ يعني الاتفاق يحمل جينات فناء جوا نفسه، يعني عشان كده البرهان مطمئن يعني الاتفاق ده اصلا ما حيمشي. يعني انت انا دار اضرب لك مثل، يعني في المصانع، في الغرف صاله الانتاج في المصانع بيقوموا بيعملوا دواليب كده للمهندسين بتاع الانتاج. المهندس لما يكون خش صاله الانتاج بيكون عنده الحذاء بتاعه، بيكون عنده الزي بتاعه، بيكون عنده الغطاء بتاع الراس بتاعه وكده. اي زول عنده درج، الاتفاق الاطاري ده زي الغرف بتاعه صالات الانتاج، اي زول عنده درج ويزول شايل يعني اي زول عنده نصوص بتخصه في الاتفاق الاطاري ده شايل مفتاح الدرج ده وبيقرا الاتفاق الاطاري ده من خلال النصوص اللي بتخصه. البرهان اسي بقى الاتفاق الاطاري ده كله بيقرا سطر واحد، دمج الدعم السريع. ليه؟ لانه الدعم السريع ده بقى في يد ياسر عرمان. البرهان ما الاتفاق الاطاري ده كله بس نصدر نفس حمايتي ما يهمه في الاتفاق الاطاري ده كله نص واحد بس، تبعيه الدعم السريع لرئيس الوزراء. هو عارف انه الامريكان عندهم مرشح والاوروبيين عندهم مرشح، هو واقف مع مرشح الاوروبيين بس هو هيكاتل. زمان القصه دي ما شغال بها كثير، بس هو هيكاتل انه يجيب مرشح الاوروبيين. ما حد ما خلينا نقول اسمه ناس قوى الحريه والتغيير في القصه دي كلها بيعاينوا لمقاعدهم في الموضوع ده كله، بيعاينوا لمقاعدهم. فزي ما انت قلت الاتفاق الاطاري ده يعني زي الـ زي الـ زي الرقم السري المغطى بسكرات، واي زول يعني عنده فيه مصلحه محدده يعني مقطوعيه محدده. عشان كده احنا بنقول ده مشروع قومي بغض النظر عن انت تجيب ليه منه يوقع عليه، لانه هو ده بيخلي البلد ماشيه زي العربيه اللي عندها اربع عجلات كل عجل ماشي في اتجاه. ده الاتفاق الاطاري. طيب الكتبه منو؟ يعني الكلام ده ربما مهم جدا، يعني ماذا الذي كتب هذا الاتفاق الاطاري ودائره صلبيه وين ولا شنو؟ يعني ما اي ورق سياسي في الدنيا بيكون عنده اجنده مخفيه خفيه، يعني مش عشان توصل جهات معينه. في مقوله شعبيه كده بتصف لك الطبخه بتاعت بيت العزابه دي بالقطر قام، مش كده؟ في حل اسمه القطر قام، نعم، اللي هو ده يخط مقدار من الزيت وده يخط مقدار من الملح وده يخط. الاتفاق الاطاري ده القطر قام، هو القطر قام ده عشان ياكلوا الناس تغدوا بيه، يعني ده عشان يعملوا بيه. القطر قام ده لما تيجي تقول توصيف ده سياسيا، ما اصلا هي الورقه المسوده الصغيره دي طلعت من ناس ما يسمى بلجنه، هو اصلا جاي من برا الكلام ده. بعد شويه عشان يردوا الاطراف المهمه دي، اي زول قالوا هات اكتب الدائره، هي زول كتب الدائره. عشان كده انت بتقول له نصوص غامضه، وهو ذاته هسي كده هسي في زول يطلع يقول لك والله دي الوثيقه بتاعت الاتفاق الاطاري، ما في. عشان كده البرهان انا كتبته قبل كده، لما ضغطوا قال ذاته احنا ما في اتفاق مكتوب، ما عندنا اتفاق مكتوب.
الكلام ده كله مفاهيم، ده كله تفاهمات شفهية، ولا تاني بكرر لك الكلام ده. ليه؟ لأنه ما في ورقة واحدة متفق عليها. والكلام ده قال حميتي إنه في اتفاق سياسة تحت الطلبية، هو حتى الكلام السياسي تحت الطلبية ده ما مكتوب. وحتى ما مكتوب. عشان كده لما بقول لك ده ضعف المشروع ده، اللي هو قبل ما يبدأ يتنفذ أثار الاستقطاب ما بين المكون العسكري، ودي لأول مرة تحصل خلال 4 سنوات. زمان الاستقطاب الخلاف فيه بين البرهان وحميتي فيه، لكن كانوا مغطينه أو كانوا بيفتكروا إنه في خلاف. لكن الآن أن إحنا في مرحلة التهاب الجرح ما بين المكون داخل المكون العسكري، بين الحميتي وبين بين الحميتي والبرهان، ودائما الخلافات اللي بتكون رؤوسها رؤوس نظامية ورؤوس عسكرية يا تتصفى يا تتصادم. طيب. يعني يا الرئيسين ديل يتصفوا يا يتصادموا. ونحن لو في عندك زمن في الحلقة نجي نتكلم عن إنه خيارات الصدام شنو؟ الحميتي بيقدر يكسب الصدام مع القوات المسلحة، وإذا خيار التصفية أفضل لي تصفي القوات المسلحة، مش تصفيه جسديا يعني، تصفي نفوذه العسكري ده عشان هو يمشي يعمل نفوذ سياسي. يعني أفضل إنه حميتي يتصفى لأنه الدعم السريع ده عيب. أنا ما باستمرار بقول الكلام ده. بس عيب كيف يعني؟ الدعم السريع ده عامل الراجل نائب أول رئيس مجلس السيادة بدون قرار. يعني اليوم الأستاذ محمد وداع كاتب مقال قال كثير من الخبراء العسكريين فتشوا ورقة أو قرار، حتى في سونا، في التلفزيون الرسمي، في مجلس السيادة، ما في إعلان رسمي بتعيين الرجل النائب أول. بتعرف هو أكثر. الكلام ده عملوا للدعم السريع. صح. ذهب وطيارة وتفاصيل كثيرة جدا. أنت عارف عبء ليه؟ أنت عارف هو عبء ليه؟ لأنه أنت السلاح اللي بتحس إنك أنت ممكن تكسب بيه، وفي نفس الوقت ممكن خصومك يوجهوا نحوك، ما هو خلاص بيبقى عيب. ما بيأسي ما تدق نقول له خلاص خش مواجهة. هو نصيح كده بخش مواجهة بالدعم السريع ضد الجيش معي. بقى سيت حلفاك بيفتكروك ميستك شنو يعني؟ ميستك انك انت عندك تلسان عسكري ممكن قتلوا كده ورطوك. عشان كده بقول لك عيب. ده جانب العام. الجانب الفني في القصة دي، الاستخبارات دي بتفرتك الدعم السريع ده في نص ساعة. بتفرتكه في نص ساعة. ليه؟ لأنه أول شيء أنت الدعم السريع ده داري كاتل عشان شنو؟ عشان عمل حميتي رئيس. كاتل في شنو ده؟ دغوات التأصل هي أساسا هي قائمة على أساس المصلحة، زي ما قال الهادي إدريس وزي ما قال حميتي ذاته، إنه أي زول بيشتري له موتر ويشتري له سلاح بيمشي بكاتل بيه يتعايش به، يعني يجي يخوضه في محركة. زي ما بالمناسبة زي ما كتب عبد المجيد إنه أهل حميتي جو وقال يا أخي ما تمشي في الطريق ده، وهو لما ما قبل النصيحة وكده فقام قال إحنا ما بنورط القبيلة في الكلام ده. أنا بقول لك ما بنورط القبيلة في قصة، ما بقاتلوا معه. شفت الناس الغنوا من الدعم السريع ده ما بقاتلوا، زول عمل له قروش وعمل له دولارات وعمل له ذهب. القصة ده لما تبقى عركة هيبدد القصة، ما هيطلع يا جانا في تركيا هنا يا مجا الإمارات يا مجا يهد يا مجا مصر، ما بقاتل. فأنت بتتغشى إنك أنت عندك ترسانة ممكن تواجه بيها، وفي النهاية ترسانة مفككة. وبعدها خد دعم السريع ده زمان ما أنا قلتها، انت اسرفت اسفوا ناس من الشرق وفوا ناس من كردفان وفوا ناس من المسيري، اي زول بنادي ناس انت هتقول له منو؟ قاتلوا معي في شنو يعني؟ فانت لازم قبل ما يحصل عشان ما سوى سبب الورطه شنو؟ قال ترى الرجل الضعيف في تزدريه وفي اثوابه اسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه ويخلف ظنك الرجل الطرير. دي قوات طريره ساكن، يعني ممكن تقول بها كده الدعم السريع، لكن انت كاتل بها. ما بتكاتل بها لانه ما فيها وحده بتاع عقيده قتاليه. بتخزلك. ما انت شوف الميليشيات الاهليه دي كلها. شوف الميليشيات وجنبك كلها شوفها، بس التجراي ده اللي نجحوا في انهم يشيلوا زول وخطوط في السلطه في 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 اديس. ما اقرا التاريخ واقرا الجغرافيا واقرا الواقع، بالتالي حبيبتي مطالب انه يفكك الوادي ويصفيها قبل ما تبقى هي. لانه لو انت مصدر قوتك بتحس انه الدعم السريع ويجي الصف انت اتهزمتها. يا حميدتي لازم تطرح روحك في صياغ مدني وعندك الامكانيات. طيب في خضم الكلام ده كله وخلاف رئيس مجلس السياده ونائب رئيس مجلس السياده، لحد الان زي ما قال محمد وداع ما في قرار رسمي من البرهان بانه الرجل نائب رئيس مجلس السياده، او اول كمان انه ده ذاته خرق للوثيقه الدستوريه بتاعت 2019. رغم كل ده فولكر بيرتس يقول لك يا اخي والله احنا العمليه السياسيه دي هتبدا او هتنتهي، هتوصل مرحلتها النهائيه في بدايه مارس اللي قدامنا. لا
يعني كلها 8 يوم الموضوع ده ينتهي وحيتم تشكيل الحكومه قبل شهر رمضان، يعني صايمين رمضان السنه دي بدون او بحكومه يعني. شوف انا قلت لك ممكن تتكون حكومه، بس ما في حكومه بتصمت مشروع شنو؟ ضمانات استمرار شنو؟ بس انت بتقول ليه هو ما في نائب رئيس مجلس سياده منصوص، هو في مجلس سياده في حاجه في نص منصوص عليه انه في مجلس سياده شنو يعني؟ اذا انت عملت القرارات يوم 25 اكتوبر لغيت بها كل الوثيقه الدستوريه دي او لغيت بها ترتيبات الوثيقه الدستوريه دي، اللي بيخلي الوثيقه الدستوريه دي لسه تنجب وترضع ما يسمى بمجلس السياده وتبطل بقيه الاجهزه شنو؟ من 2019 ما في مشروع سياسي وما في حاله دستوريه. دي قسمة بتاع السوق حر حميتي شيل الكوم ده، الكوم ده فيه تبش وطماطم وانت الدعم السريع وغاد الدعم السريع وملف في جبه وملف شيل الكوم ده بلا دستور بلا اي توصيف بلا شرعية، انت البرهان التطبيع شيل الكوم بتاع التطبيع ده امشي طبع مع اليهود، لا في سؤال قال لك لا في مجلس منتخب قال لك الكلام ده، جبريل عمل ميزانية زول يقراها ما في حسوبها بس التجار في جيبه، لا في حالة دستورية ولا في حالة سياسية ولا في مشروع سياسي ولا في صيغة سياسية عندها إطار قانوني نقول ولا يعني أنت لما تيجي تقول لي والله ده أحكم البلد باتفاق بين أطراف والأطراف دي زول يقول لك ده ما يقعد معنا وده ما يقعد معنا، ده وضع دستوري أسي في بلد فيها كوم سياسي أصغر كوم سياسي يقول فلان ده ما يجينا، ده كلها قصة بتاع ده كلها تواطؤ، ده تقسيم بتاع سوق حر ساكت حمايه تشيل الكوم بتاع دارفور ده ومعه الهادي ده ومعه الطاير حجر ده فوق للبيعه وامشي دارفور. البرهان شيل التطبيع ونهر النيل والطهور والعريس ما في وصيغه سياسيه ما في وضع سياسي. انت بتقول كده لكن يا اخي الفوركر بريتس كلام مختلف، يعني ده الحوار ده ربما ينشر خلال الايام القادمه في صحيفه الحراك. فوركر قال في حكومه هتدعم شهر 3 يقول اتعملت بكره، وقال انه ما في طريقه نعمل بريك في القصه دي، يعني ما في فرعيه ولا حيمشي. قول لنا احنا ناس جانا بيان قالوا كشك الحكومه، هي الحكومه هي شنو يعني؟ لا اوريك قال شنو. طيب. قال الحكومه دي يعني حتخلي الباب مفتوح للقوى المهمه ناس جبريل ومناوي انه يلحقوا في اي لحظه، وقال انها حتؤدي الحكومه يعني القصه العمليه السياسيه الماشيه دي حتصل لحكومه مدنيه تنفذ البرنامج الوضع اصحاب المصلحه، اصحاب المصلحه منو؟ قال الحقيقيين، حقيقيين منو؟ قال اتكلموا في الورش العملات الاليات الثلاثيه. طيب بس واتفاق جوبا ده بيفكوا ساعه في الهواء؟ ما قالوا بيجوا نازل، قال هو متاكد بيجوا يعني بيجوا في اي لحظه. شوف نحن هسه بالضبط في حفله يجي فولكر يغني وصلته ويمشي، ويجي حميدتي يغني وصلته ويمشي، ويجي ياسر عرمان يغني وصلته ويمشي بالاشاره من ورا الستار، المهم يغني وصلته ويمشي، ويجي البرهان يبشر بالشير ويمشي، ده كله كون بتاع فوضى. لو عملت فيه حكومه بتكون زدت بس الفوضى، كوم الفوضى ده زدته كوم يعني زدته اضافه يعني، طالما ما في وضع دستوري ما في وضع تشريعي ما في تفويض من الجماهير ما في محكمه دستوريه ما في جماهير منتخبه ما في ما في ما في ما في اهل المصلحه منه يعني، مثلا زي ورشه الشرق دي انت ما سمعت كلام ترك فيها؟ دي حتيجي تحكم كيف تبقى برنامج حكومه؟ انت ما في ولا مشروع لا سلام جوبا جيت تغيم ونص الناس اللي شارين السلاح حقيقة ما جو، حتفرضوا على الناس كيف؟ مشيت عملت الشريك ناس الشريك الاساسيين ما جو، خلينا ما نقول الاساسيين، شيخ معتبر من ناس الشريك ما جو، ده بقى مشروع وما في تفويض، لا ده عنده تفويض لا ده عنده تفويض. طيب اللي بيخلي ورش فولكر تحكم والليل اللي حصل في جوبا ما يحكم وورشه القاهره ما شنو القصه اللي تتفرز كيف يعني؟ عروة صادق شرح القصه دي. منو؟ عروة صادق قال انا ناجي على كده ما تقرا الكلام زي خليني اكلمك ما يعني بتكلم والله ما تقراه وصل ناجي قول الكلام جاتي على كده. طيب قوى الحرية والتغيير بتفتكر انه يعني انه تشكيل الحكومة القادمة حيكون فيه مشاورات واسعة جدا وحيكون فيها نمرة واحد حكومة سياسية وتشريعية وتنفيذية، يعني حيكون فيه ثلاثة جهات وحيتم اختيار السلطة القضائية ووضع ضوابط ايضا لهذا الامر. الكلام ده انت ما سمعته قبل كده؟ قبل ده ما سمعت الكلام ده؟ مجلس تشريعي والنسب جاهزه وندي لجان المقاومه 5% او 10% وفي محكمه دستوريه وحنعمل مجلس النائب العام، ده كل سنه 4 سنين بنسمع فيه. انت منو اللي بتجي تعمل الاجهزه دي؟ ما هو ده السؤال. انت منو الكلام ده انت بتمثل الشعب؟ في زول فوضك في القصه دي؟
شوف انا داير اقول لك كلام ما داير اخوف الناس، لكن طالما في جهه داير تعملها مشروع سياسي تفرضه بفولكر من حق اي زول ثاني، اذا القصه بقت منهج غلبه وقوه وفرض للامر الواقع، اي اثنين يتلموا يشوفوا اليات قوه يفرضوا بها مشروع سياسي. الناس تقدر يشوفوا زي ما انت داير تعمل مشروع سياسي في الخرطوم، تريك ده من حقه. انا ما بقول لك والله انا مع القصه دي، لكن انت بتدي المبرر انه زي ما انت بتعمل لك حكومه ما عندها شرعيه وما بتمثل كل الطيف السياسي وما عندها تفويض، من حق اي زول انه يختار الوسائل اللي سقطها بها. قفل الشارع، قفل المطار، قفل الميناء، من حق اي جهه ثانيه انها عشان كده الوضع ده جرح ما تزيده الالتهاب بتاعه. ده جرح ما تزيد الحل شنو؟ الحل انه ولع لنا في نهايه الحلقه دي شمعه. ثاني نقوله البرهان ده يخط الرحمن في قلبه ويمشي بدل الحوامه في نهر النيل اللي يجي القصر الجمهوري ده ويقول انا قائد الجيش، انا عندي شرعيه، انا الوحيد اللي عندي شرعيه، شرعيتي قائد الجيش ده، انا المسؤول عن امن البلد دي. بالمواد اللي متى قال شمس الدين الكباشي في كردفان دي، انا بصرف كل القوى السياسيه، لا اتفاق ايطالي لا ايطالي اتفاق، كلكم تمشوا. في انتخابات بعد سنه، انتخابات بعد سنه، الدار ينزل الانتخابات الشعب يصوت له وان شاء الله ايزو، ما ادري اقول لك ان شاء الله ايزو يجي يحكم يتفويض الشارع ده، نحن نحميه، ده الحل. والله انا اجي القصه اللي تتاخر اكثر من كده نمشي في مصير ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، وانا شايف القصه دي. طيب يعني الراجل عنده ابوه حلمان انه ولده حيكبر ويحكم يحكم السودان، يعني ما يبر حلم ابوه ده يعني. خليت ما شوف انا خلينا ما اي زول عنده طموح، البرهان عنده طموح وحميتي عنده طموح واي زول عنده طموح، اي من الطموح ده من حق اي زول، لكن دي بلد ما زريبه، يعني ما زريبه تتشمر يعني بقر تحوين وتحليبين، يعني دي بلد فيها مستقبل وفيها تاريخ وفيها مسؤوليه تشيلتها. يعني اذا اصلا انت طاير لك حلم في راسك، شوف السياق الموضوع ممكن تعمل بيه الحاجه دي، يعني اذا انت عندك وهم زي ده يعني السياق الموضوعي انت ما بتحكم كده، انت ما كده ما بتحكم، ما بتقدر تحكم كده يا اخي. انت يا اخي انت الانغاز دي قاعده 30 سنه، اي هزه بتاعت اختلافات امتصاتها، من خلافه مع حسن من اختلافه مع مجلس الشورى الاول في التزعيم لحد خلافه مع شيخ حسن لحد خلافه مع كل المجموعات الاصلاحيه طلعت منه، عندنا ناس غازي صلاح الدين وناس مين وناس الطيب مصطفى الله، كل الناس زين كل ليه؟ لانه في اساس يا اخي، عمل لك اساس، اعمل اساس عشان انت تقدر. لكن لسه انت معاك 5 ضباط في المجلس بقيتوا ما مختلفين، هتحكم كيف؟ انتوا الخمسه ديل ياسر العطا وابراهيم جابر وكباشي وبرهان وحميتي، انتوا ما بقيتوا في حزيه واحده، هتحكم كيف؟ عشان كده ابحث عن السياق الموضوعي الممكن، خلينا ما نقول الحلم، اللي ممكن يحقق لك طموحك الشخصي ده. اطرح روحك في سياق موضوعي، حميتي اطرح روحه في سياق موضوعي، الصياغات بتاعت الصراع والتكتيك ونعمل اتفاق إطاري. يعني انت ممكن تقول للعالم كله انا موافق على الاتفاق الإطاري وتيجي تمسك تفرمل بس بيعمل في البرهان ده، ما ده اقول لك استهبال، يعني هذه مكايدات يعني. طيب. تكتيك يعني. شكرا استاذ حسن. مرحبا. بعض الاخوه قالوا لي يا اخي انت صحفي وبتاع جرايد وكده، فكل ما تنتهي الحلقه ادينا من شيت كده للحلقه اليوم، يعني هل ممكن ان نقول انه حلقه اليوم حسن اسماعيل نقطتين بتاعت المنشيت دي، تفكيك الدعم السريع او تفكيك الجيش؟ لا تفكيك الجيش كيف؟ لا يعني انت يعني ان لم يتم تفكيك الدعم السريع سيتم تفكيك الجيش. الجيش ما بيتفك. وده مشروع شغال فيه الزول اللي اسمه ياسر عرمان ده. لكن لا بد من تفكيك الدعم السريع ولا بد من تفكيك التحالفات المدنيه التي تمت معه. طيب شكرا جزيلا استاذ حسن. مرحبا شكرا جزيلا. سلام. بهذا مشاهدينا الكرام في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد السوداني. شكرا لضيفي داخل الاستوديو الأستاذ حسن إسماعيل. في الختام تقبلوا تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.